هويتي، عنوان الحملة التطوعية التي نظمها طلاب جامعة تشرين برعاية فرع نقابة المهندسين في اللاذقية، حيث قام السيد إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية وأمين فرع الحزب الدكتور محمد شريطح والدكتور عمار الأسد نقيب المهندسين بغرس الأشجار في مدخل المدينة. لوحة جميلة اليوم قام بها أبناء سوريا وخاصة فريق الشباب تحت عنوان سوريا هويتي، ونحن في اللاذقية نقول دائما اللاذقية هي الوطن، هي سوريا لأنها تضم جميع أبناء سوريا. زراعة الأشجار هو زراعة استمرار للخير والعطاء واستمرار للتحدي في صناعة مستقبل جديد لسوريا رغم كل الإرهاب. هم يدمرون ويحرقون الأشجار، والأمس سقطت القذائف في ريف اللاذقية وانحرقت الأشجار ونحن نزرع الأشجار. هم يدمرون المدارس ونحن نفتتح المدارس. لذلك هذه هي سوريا، هذا هو شعب سوريا. مزيد من الإصرار والتقدم والعمل الأهلي والطوعي لمساندة الجيش العربي السوري حتى الانتصار الكبير في دحر هذه العصابة. من خلال هذا الألق وهذا الحضور بالتزام بثوابتنا وروائزنا، نعم إنه العلم الجمهورية العربية السورية بألوانه الرائعة، أحمر أبيض أسود ونشبتان الخضروان، نرسمه على جدراننا ونفخر به وندافع عنه بأرواحنا. أما الحياة، البيئة، بيئة المحافظة الجميلة الرائعة، اليوم نؤكد عليها بأن مسيرة الحياة مستمرة، لذلك محافظون على هذه البيئة، وإن شاء الله ستبقى سوريا المنيعة الصامدة بعزة وعفوان أبنائها وجيشها الباسل، وعلى رأسه السيد الرئيس بشار الأسد حماه حفظه الله. طبعا اليوم هذه الحملة تقيمها نقابة مهندسين مع شباب وشابات من كافة المحافظات السورية، وأكرر بأنه من كافة المحافظات السورية، لكي نجمل مداخل المدينة بأسمى وأجمل ما يعبر عن شعور وعن قيم وعن قوة وعزة السوريين، هو العلم العربي السوري، وتزيين المنصفات بالأزهار ليكون منظر المحافظة مداخلها لكل زائر. نوصل رسالة للجميع بأن يد بيد سنعمر سوريا بقيادة سيدنا الرئيس بشار الأسد، وتكون أجمل وتكون أقوى إن شاء الله بوحدتنا وتلاحمنا ومحبتنا لبعض. يدا بيد دفعتهم الحماسة والوطنية لتجميل مداخل مدينة اللاذقية وإيصال رسالة للعالم بأن سوريا تنبض بالحياة. المشروع المختص بإعادة زرع المناطق الغير صالحة أو غير موجود فيها الزرع ورسم علم الجمهورية على كل الطرقات العامة بالبلد لحتى نوصل صورتنا للي كل شيء ترك سوريا وطلع بيعمر بأوروبا بأنه سوريا وشباب لساتهم الموجودين. فعالية سوريتي هويتي، نحن مجموعة تطوعية نشأت من مقاعد الدراسة، هدفنا أنه نرجع سوريا حلوة مثل الأول. مشروعنا هو زرع المناطق اللي هي كانت متصحرة وما فيها شيء، فنحن حبينا نعمل حركة حلوة بالبلد، زرعنا بعض الورود، رسمنا العلم السوري على المناطق، كمان نحن بدنا نبين لكل اللي برا انه نحن سوريين، رح نبقى ايد بايد، رح نرجع سوريا مثل ما كانت واحلى. نحن شباب سوريا اللي رح نعمرها ورح نضل ايد بايد كلياتنا شباب وصبايا جامعه تشرين لحتى نعمرها ولحتى نبين بلدنا سوريا الحبيبه باجمل صوره. جمعهم الحلم والهدف الواحد وهو اعاده اعمار سوريا ورفع العلم السوري شامخا وغرس روح المحبه.